السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا وحياكم الله. قال مفتي الديار الليبية فضيلة الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني أن مجلس البحوث زكى المبادرة الوطنية للحل السياسي في ليبيا لما فيها من إنصاف للمتخاصمين. مفتي الديار وفي كلمة وجهها بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ذكر أنه رغم دعوات الدار المتكررة للمصالحة لأن هناك من يتهم الدار بالتحريض على القتال، كما دعا الشيخ الصادق الغرياني المسلمين إلى عدم الانجرار وراء دعوات الفتنة. أقيم بميدان الشهداء بالعاصمة الليبية طرابلس صباح الأحد صلاة عيد الفطر المبارك، وحضر الصلاة جمع من المواطنين، كما دعا الخطيب إلى المصالحة والتسامح بين المسلمين عامة والليبيين خاصة وإلى نبذ روح الفرقة. من جانبه دعا مجلس شورى مجاهدي درنا أهالي المدينة إلى استكمال مسيرة الأمن والبناء، مؤكدين أن أهالي درنا هم من بدأها بسواعدهم. المجلس في بيان له الأحد أن الليبيين أجمع بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لأن الليبيين إلى رص صفوف وعدم تفرقة، مطالبين أن يستكملوا البذل والعطاء من أجل ثورة 17 من فبراير حسب البيان. قال مصدر من مجلس شورى ثوار بنغازي الأحد أن محاور القتال بمنطقة وصل بلاد تشهد اشتباكات وصفها بالعنيفة. المصدر ذكر أن ميليشيات الكرامة تستخدم المدفعية الثقيلة في استهداف المنطقة. ومن جهة أخرى قال أمير القطاع الأول التابع لميليشيات الكرامة التواتي المنفي في تصريح صحفي أنهم سيطروا على عدة مناطق بوسط البلاد. نشد المجلس الأعلى لحكماء وعيان ليبيا رئيس وأعضاء اللجنة مكافحة تهريب النفط والغاز بالاستمرار والمصابرة على الطريق الصحيح الذي لامست نتائجه الإيجابية المواطن الكادح حسب نص البيان. وثمن المجلس المجهودات القيمة التي قامت بها لجنة مكافحة تهريب النفط والغاز وكذلك الدور الوطني في مكافحة ومنع تهريب المواد المدعومة والسلع المستوردة بالعملة الصعبة. وهنأ المجلس رئيس وأعضاء اللجنة مكافحة تهريب النفط والغاز وكل من تعاون معهم من كتائب وسرايا الثوار في كل مناطق ليبيا بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. هذا الخبر مشاهدينا ينتهي هذا الموجز، دمتم في أمان الله.